عافية. إذن خلنا نستمر. إذن أنت عرفت أنه هذه الطفيلة دائما يكون انتراسلولر، خاصة بالنسبة لأن طبعا هذا المرض يسبب إسقاط اللي هو أبورشن. أبورشن تعرفون شو معنى أبورشن؟ أبورشن يعني إسقاط عند النساء، ولهذا البنات ما يتزوجن الآن إلا أن يفحصن التوكسوبلازموزيس، توكسوبلازما كوكسيديا. طبعا هذا مهم بالنسبة للهيومن باثوجين. النيم مالته اجى من الكلمة الإغريقية داء المقوسات، مثل القوس أو مثل المنجل أو كيرف شيب، ولهذا إنه الموست كومن بروتوزوان باراسايت جلوبيلاري عالميا، يعني يعتبر من الأمراض الشائعة جدا. وإن هذا خلينا نسوي له انضمام كل سوا واحد داخل. اللايف سايكل عرفت من زمان بعيد من السبعينات. هنا خلي بالك الديفينيتيف هوست هو الكات. في المحاضرة اللي فاتت قلنا السورس اوف انفكشن، خذنا انواع وخذنا من عدة الانواع، قلنا الانيمال، قلنا الدوغ مثلا ينقل لنا الهيكونوكوكس جرانيلوزيس الاكياس المائية، كاو ينقل لنا التينيا سيجيناتا او التينيا سوليوم البورك او الخنازير، قطط تنقل لنا التوكسوبلازما اللي هي تعتبر الديفينيتيف هوست. هنا تميز بين كل هي والملاريا واذرز، دائما تميز بين السكشوال والاسكشوال. السكشوال دائما بالديفينيتيف هوست. إذا السكشوال بالنسبة للتوكسوبلازموزيس هو الكات، صح؟ ديفينيتيف هوست المضيف النهائي لهذا الطفيلي اللي هو كات، ولهذا الديفينيتيف هوست نسميه السايكل البي نسميه سكشوال، ولهذا نسميه سبوروغوني. وتحفظوها هذا سبوروغوني وين يصير؟ أيضا يصير الشايزوغوني بالديفينيتيف هوست، لكنه بشكل عام الديفينيتيف هوست هو السكشوال يصير سبوروغون. الانترميديت هوست يصير بها الاسكشوال بيردز اذر انيمال هيومن بينج، يعني المان اللي هي الامراه، يصير بها الشايزوغوني. اذا تميز واحد من الاسئله اللي تجي بالامتحان ترو اند فولس او انيوميريت او مهما كان صيغه السؤال، واحد من عندهم ذني يجي شنو وين يصير او شنو الفرق بين السبوروغوني والشايزوغوني. سبوروغوني عن شايزوغوني. اوكي. الهيومن بينج از فيري كومن، ولهذا يعتبر انفولف بالانفكشن، انفولف بالانفكشن. هنا انت تجي بهذا المرض المسبب المرض اللي هو توكسوبلازما غونديا بي 3 فورم، تحفظها. تروفوزويد، من اسمه تروفوزويد، تروفوزويد دائما يصير ملتيبليكيشن بي عالي، يعني هاي سبيد اوف بروليفريشن ملتيبليكيشن، ولهذا بالاكيوت فيس بالشكل الأكيوت الحاد دائما التروفوزويد، حتى من خذتوها بالأنتميبا هيستولوجيكا تروفوزويد هو الشيء اللي يصير به يعني بروفريشن كلش عالي. ورا يجي شوي أكثر سلولي اللي هو التيشو سيست، يكون بالأنيمال تيشو سيست بالأنيمال، يكون بالعضلات، ولهذا إنه القطة تيجي تأخذ التشيسيست أو تأخذ الأوسيست من جديد وتعيد دورة الحياة، لكنها من تكون بالإنسان قبل يجي يأكل الإنسان حتى تستمر دورة الحياة، بالنسبة للإنسان تكون مغلقة ما لها علاقة، مثل التينيا، مثل الإيكونوكوكاس من ينتقل عن طريق الدوغز. إذن حتى ما شتت ذهنكم تحفظ تروفوزويد تشيسيست أوسيست، تروفوزويد تشيوسيست أو أوسيست. أوكي. إذا نجي نوصفها التروفوزويد، نوصفها إذا ماخذين فدسمير، طبعا هنا
تخلي ببالك انه بالمختبر ما تقدر دايركت، لانه هذا قلنا انترا سيلولار انت بالبدايه المحاضره، فلازم الطبيب اما يسوي لك بايوبسي خزعه ويخلي لك اياها ويرسل لك اياها المختبر، او انت مباشره ما تقدر تاخذ، فتعتمد على اليمن راح يجي بالدايجنوزز على التشخيص السيريولوجي، على التشخيص السيريولوجي. بس شنو معنى السيريولوجي؟ شنو معنى السيريولوجي عمر؟ عمر شنو معنى السيريولوجي؟ صراحة عندك فاهم ما تعرف تقى مدري نقى مدري تقى جمعة، شنو السيريولوجي بابا؟ شنو السيريولوجي؟ ما أقول ما تعرف حكينا بذاك بذاك فحوصات محلية دكتور؟ ها؟ فحوصات محلية؟ لا 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 شنو فحوصات محلية؟ عندنا وحنا توقع دكتور علم الأمصال أو هيك شيء أمصال مصر نعم ايه. الفحوصات المصلية السيريولوجي الفحوصات المصلية وراح نجي عليها هسه بالدياجنوزز الفحوصات المصلية أول ما تجي تاخذ الدواء نسوي له سنترفيوجينج يعني شنو معناها سنترفيوجينج؟ يعني التدوير حتى تفصل السيرم عن الار بي سي الآخرين وتحفظ السيريولوجي اوكي؟ هذا الفحوصات من يجي بالدياجنوزز هسه؟ إذا يكون موجود intracellular form بالماكروفيج، فديهم اكو وقت احكي لكم على الماكروفيج الظاهر لان شفت من خلال الطلاب اللي شاركوا بقية الشعب ما يعرف من تجي الماكروفيج شنو قضيته وشون يصير الهمايجريشن وشون الجهاز المناعي يشتغل. السيست contain rounded form اللي يصير بيها بريدوزويد، هناك الانقسامات بالتروفوزويد بداخلها يتكون التيكازويد بداخل السيست. شو السيست؟ انه سلولي يتكون من عندها يعني البريدوزويد هو كله يعتبر يعني منشأ المن للتروفوزويد. النوع الثالث اللي هو الاووسيست، الاووسيست بي تو سبوروسايت، اذا تباعها بالمحاضرة مرسوم امامك سبوروسايت بداخله اكو سبوروزويد سبوروسايت تو سبوروسايت داخل كل سبوروسايت اكو سبوروزويد. اذا عندنا اثنين سبوروزويد وداخل كل وحده سبوروزويد اكو اربعة سبوروزويد من الطب راح ينفجرن وبالتالي راح يتكاثرن. اذا الانفكتيف ستيج هو الاووسايت، الاووسايت قلنا وين موجود؟ موجود بالديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست من هو الكات، وهاي المرحله نسميها اذا صارت الاووسيت نسميها سيكشوال ريبرودكشن، سيكشوال ريبرودكشن او نسميها سبوروغوني واللي ميزناها عن من؟ عن الشايزوغوني. هالثري فورم اكر ان دوميستيك كات، ممكن ان يكون دني ثلاثتهن موجوده بالكات وأذر أنيمال اللي هو تعتبر ديفينيتيف هوست، بس احنا الانترميديات هوست هميجن، بس نقول يعني ممكن أن يكون فينيل 3 فورم بين وين؟ بالكات بالديفينيتيف هوست، يعني يصير سبوروغوني شوزوغوني بالكات أيضا، لكن الكات في نفس الوقت يعتبر الديفينيتيف هوست. والسكتشوال يعني من نقول سكتشوال يعني صارت الأووسيست داخل الأمعاء مالت من؟ مال الكات، وتخرج عن طريق الفيسز وبالتالي تبدأ دورة الحياة. شوف شلون تروح للحيوان تروح للإنسان عن طريق التلوث الماء أو تلوث الغذاء أو عن طريق الأصابع يأخذها وتدخل وتروح بالسيركوليشن إلى أن تستقر بالغشاء الرحم. أو البيرد يعتبر يعني أيضا يعتبر انترميديت بوس. الأوسيس طبعا والتشيسيس are infected by ingestion. إذا نجي الآن للتروفوزويد، التروفوزويد شكلها واحدة من جهاتها pointed الأذر and rounded، يعني واحدة مدببة واحدة مدورة أو blunted بالأكو سلايد ميتر أبر بالقياسات إذا تريدون بالفحوصات المتطورة مقاييسها 3 مايكروميتر 7 مايكروميتر. نيوكليوس أفويد بيضوي
وتكون موجودة قريبة بالنهاية المدورة أو the blunt end of the parasite. إذا تفحصوها بالإلكترون مايكروسكوب، طبعا هنا أنت تعلم هذه الصبغة تستعملها بالملاريا، تستعملها بالليشمانيا، تستعملها هنا. إذا دز لك الطبيب بصف المرحلة الثالثة راح نعلمك the processing of يعني preparing of slide، شلون تسوي السلايد تقطيع نسيجي. إذا دز لك الطبيب خزعة فيها نسيج، هاي مو هسه تتعلمها، هسه تعلم المسببات. راح نعمل لكم إياها بالصف الثالث من المرحلة الثالث، شلون تسوي سلايد تقرأ as histopathology. إذا هنا نصبغها بصبغة الجمزة، ونصبغها بصبغة الجمزة راح تكون السيتوبلازم بلو والنيوكليوس يكون ريد، موجود واحد بالانتراسيلولر ان فاريوس تيشو اند اورجان ديورينج ايرلي اكيوت فيس. بالاكيوت فيس ايش قلنا؟ بالاكيوت فيس اكثر شيء موجود، موجود التروفوزويد اللي هو يصير رابيدلي بروليفريتنج، رابيدلي بروفيريتد بالاكيوت انفكشن نسميه تيكازويد. يعني من يصير بروفيريشن لتروفوزويد يصير بداخلها شكو تيكازويد، وتنطلق وتتطور الى تروفوزويد، تنطلق وهكذا. التروفوزويد ار سيسبتابل، طبعا اي اذا تجيكم للمختبر يعني يجب ان لا تعرضها للجفاف او ما يصير تخليها بالفريزينج، وكذلك بالغاستريك دايجستشن من ايضا سنسيتيف، ولهذا يصير لها لايبريشن من تدخل بالجهاز الهضمي. توكسوبلازما جوندي تروفوزويد اللي هو التكازويد، بنقول عليه. فاين ستراكشر راح اشوف الكونويد، نمبر 1 امامكم المحاضره، نمبر 2 روبتري، كولجي اباراتوس نمبر 3 كولجي، وشوف السيتوسوم نيوكليوس نمبر 5 6 اللي هو الميتوكوندريا. هذا المواصفات العامه المن للتروفوزويد، التيشو سيست، الان انتقلنا من التروفوزويد للتيشو سيست، عندنا نوصفها بعدين راح نجي لدوره الحياه للسايكل، راح تعرف شلون تنتقل من التروفوزويد تصير تيشو سيست، شلون تصير اووسيست. اوكي، التيشو سيست is formed during the chronic phase، يعني من تتقدم الحاله راح اعلمك شلون بالمختبر تعرف الحاله متقدمه او حاله ايرلي، يعني استوها البنيه مصابه او مصابه من زمان. هسه اعلمك بالدايجنوزز شلون تعرف انه هاي الحاله صار لها فتره او هاي الحاله حديثه الحدوث. Of infection can be found in the muscle. طبعا التيشو سيست تكون بالعضلات. بال other tissue and organ including the brain بالنسبة لل bird. بالنسبة لل human يعني girls women تكون بالبلاسينتا اللي هي بالرحم which within the host cell. هنا بالتيشو سيست المولتبلاينج باراسايت سلولي، ولهذا نطلق عليه البريديزويد، هناك تيكيزويد هنا بريديزويد. ريزيستنت يعني التيشو سيست وان ميت كونتامينيتد سيست. هنا هنشوف من دخل لنا، نخليه انضم. من تتلوث اللحوم من ياكلها يعني الانسان رو اندر كوكت مثلا الانسان ياكل لحوم ما مطبوخه بشكل جيد، انفكشن اكر السيست وول راح يصير لها شنو؟ تهشم. وين؟ بالبيبتيك بالجهاز الهضمي، أو التريبتيك إنزيم دايجستشن،
ولهذا ريليز الباراسايت. هذا الباراسايت راح يكون انفيد يدخل يخترق الانتستينال ابيثيليال سيل، يعني الخلايا الظهارية للامعاء. اذا كات يعني مو الديفينيتيف هوست هذا الامر. اذا اذر الفيريوس اذر مثلا انترميديت هوست، راح تروح عن طريق الجهاز الدموي او الليمفاوي وتروح الى الاعضاء اللي هي يعني مختصه. قلنا كل باراسايت الى سايت. بالنسبه للمان يعني الومن قصدنا اي هيومن بي هو بالبلاسنتا. الاوسيست الاوسيست هنا develop only in definitive host. هاي جملة مهمة. developed only in definitive host بالمضيف النهائي. إذا الانتستين of cat اللي هو المضيف النهائي تأخذ الانفكتد by ingestion، يعني حتى يعني دورة الحياة تكون دائما مستمرة رايحة جاية. تأخذ التشو سيست من شيء لحم مصاب، وبالأصل الإصابة من عندها تطورت صارت تشو سيست، أو حتى تأخذ الأوسيست اللي هي طتها. الباراسايت ديفلوب إن ذا انتستينال أبيثيليال سيل بالخلايا الظهارية مالت من مال الأمعاء مال الكات. ولهذا بالكات ممكن أن يصير شايزوغوني غاميتوغوني يعني سبوروكوني تيك بليس هنا، بس الديفينيتيف هوست هو الكات. الميل اند فيميل جاميتوسايد يعني ذني الجاميتوسايد بيها ميل وفيميل، فراح يصير فيرتلايزيشن، راح يصير شنو؟ راح يصير زايغوت. فيرتلايزيشن الزايغوت يصير، هذا الزايغوت راح يحاط بطبقه رقيقه ويكون شنو؟ ريزيستنس وول. This is the oocyst. إذن الoocyst developed only in a definitive host. What definitive host عرفنا إنه الكات. شكلها شلونه؟ يكون avoid أيضا بيضوي contain a sporoplast. Sporoplast. قلنا الoocyst be شنو؟ be two sporocyte. Sporocyte. وداخل كل sporocyte سبوروزويد. اذا كاد تقدر تطي ملايين من الاوسيست من خلال التغوط about 2 weeks تطي during the primary infection state of sporulation. هذا صار مرحلة السبوريليشن. during this state sporulation the sporoblast divided into two sporocytes. من الاوسيست راح يصير سبوروسين، راح يصير شنو؟ سبوروسايت تنضج. السبوروسايت موجود بيها سبوروزويد. قلنا البيضة موجود بيها 2 سبوروسايت، وكل سبوروسايت موجود 4 سبوروزويد developed inside each سبوروسايت. اوكي اوسيست معناها تحتوي على 2 سبوروسايت، وكل سبوروسايت تحتوي على 4 من السبوروزويد، معناها المجموع إيه سبوروزويد. Infective form is the infective form اللي هي سبوروزويد اللي موجودة بالأوسيست، والسبوروزويد موجودة بالسبوروسايد. تنفجر السبوروسايد تطلع لنا السبوروزويد اللي عددها 8 وبعدين تقوم تتكاثر اللي هي تعتبر الانفكتيف form. Sensitive to the environment على يمن نحكي على الأوسيست، وبالتالي يمكن أن يبقى فعال ومعدي بالتراب بالجو حوالي سنة أو سنين موجودة. إذن هو الانفكتيف أوسيست يأخذوها من الروت أوف المحاضرة اللي فاتت من طريق الأورالي عن طريق الفم، راح يصير ريليزينج إلمن ريلسبوروزويت اللي حكينا عليه. السبوروزويت وين موجودة؟ بالسبوروسايت. راح تنطلق السبوروزويت بالانتستين وبالتالي راح يبدأ الصابة. هاي مقدمة. وضمن المقدمة افتهمت انه 3 فورم تروفوزويت
تشو سيست او او سيست وعرفنا الديفينيتيف هوست والكات سيكشوال سايكل وعرفنا الانترميديت هوست من ضمن الانسان اللي يصير نسميه شايزوكوني. عرفت؟ اللايف سايكل اوف ذا باراسايت قلنا بي 3 ستيجز. 3 ستيجز هو اخذناها بالمقدمه يعني اشرنا لها معناها اللي هو اي يعني تكازويت وين موجود متتكاثر التروفوزويت معناها راح يصير تكازويت rapidly multiplying تروفوزويت هاي التروفوزويت which invade تخترق within the cell داخل الخليه داخل الخليه. نمبر 2 البريدازويد تكازويت موجود بيمن بالتروفوزويت بريدازويد وين موجود بالتيشو سيست multiplying slowly inside tissue cell seen during latent and chronic infection the sporozoid inside هسه حكينا سابقا مون موجود بالاوسيس which are shed and cut remain in the environment ايضا حكينا بالكات الديفينيتيف هوست ممكن ان يحدث الشوزوغوني and جاميتوغوني take place when بالابيثيليال سيل اوف سمول انتستاين مالت من مال الكات هذا النوع هذا الشكل نسميه انتريك سايكل انتريك سايكل اذا الكات اوسيس راح تخرج خلال من خلال الفيسس تتطور الى الانفكتيف فورم وين بالتراب او بالووتر الانترميديت اذرز يعني تعيد دورة الحياة اذا اخذتها الانيمال بير انترميديت هوست الاو او سيست حتى نشوف طريقتها من طبعا الاو او سيست بي سبوروزويد 8 كل سبوروسايد اكا 4 intestinal epithelial مال intermediate host cell here راح يصير multiplying راح يسوي التكازويت التكازويت اللي احنا قلنا عليها موجودة بالتروفوزويت الهوست cells rupture release numbering of trophozoid which spread through the blood خلال الدم خلال الليمف توصل هذه nucleate المن any type of nucleate cell بالفيروس تشو بالإنسان تروح للبلاسنتا هذه العملية خارج القطط نسميها إكزو إنتريك سايكل خارج القطط نسميها إكزو إنتريك سايكل تهمنا هسا شلون بدت وشلون انتهت أوكي إذا أكو other intermediate injuries these tissues is the asexual cycle is repeated تعاد القطة أخذت ال tissue cyst أيضا ممكن أن تصاب asexual and asexual repeat الإنسان كيف يصاب الإنسان طبعا الإنسان هنا دورة الحياة ما تعاد ما ترجع للقطة من الإنسان لأنه إذا يموت وإذا يشفى ما له علاقة بالكات إذا يموت يدفن فما تقدر تجي تأكل لحمة وإذا يطيب انتهى بالموضوع human infected من خلال أخذه أولاً eating or undercooked اللحوم أو الأغذية الغير مطبوخة بشكل جيد اللي هي meat على سبيل المثال شبيها الميت بيها tissue cyst الميت لانه السيست بالتشيو هاي الطريقه الاولى او الانسان ياخذ الماتشور او اوسيست عن طريق براز القطط ثرو فود صار له كونتام ووتر فينجر الاصابع كونتامينتد وذ كات فيسز دايركتلي اور اندايركتلي اور انترا يوتراين انفكشن فروم انفكتد مذر تو ذا بابيز الامراه من تكون مصابه تنقلها المن للبيبي اول مره للفيتس اذا يخرج صار بيبي مصاب طبعا يكون يطلع مشوه
وبالتالي اذا الامراه ما مهتمه لانه ما يبين الاعراض يعني ويا الطبيبه مالتها ويطلع مشوه، وبالتالي راح الاسقاط الثاني الطفل الثاني يكون به اسقاط، لكنه البيبي الاول اذا خرج وهي ما تدري يطلع مشوه انسفالو يعني خاصه الراس يكون كبير بالنسبه للطفل. ليرلي باي بلاد ترانسفيوجن او نقل الدم، معناها نقل الدم اور ترانسبلانتيشن نقل الاعضاء from infected donor من المتبرعين بعض الاحيان يصير هكذا انتقالات. اذا لاحظتوا هذا الدايجرام شوف الانتريك سايكل، اذا الانتريك سايكل شوي انتقل يمكم الانتريك سايكل وين فاطمه يصير الانتريك سايكل؟ ما اجاوبي حتى نخلص المحاضره. فاطمه اخوان شوي تفعلوا بسرعه تفعلوا الموضوع حتى نفتهم. زهراء ايش متجابوا؟ لا تستحون باول ما يعرف يقول ما اعرف حتى احنا نوضح له بعدين. منار هسه كنا نسولف. منار لا لا يا رجل كرار لا لا الانتريك سايكل وين يصير هسه حكينا؟ الكار يصير بالقطع الكاس. جاوب كان خلاص. الخارجة الخارج يصير اكزو انتريك سايكل. ما بتفاعل بسرعة. إذا بالانتريك سايكل بالكات اللي هو الديفينيتيف هوست، وقلنا بالديفينيتيف هوست صح هو ديفينيتيف هوست يسوي نوست، لكن ممكن أن تحدث في داخل الشايزوغوني والسبوروغوني. والسبوغونين حتى تطلع الاوسيس. الاكزو انتريك سايكل طبعا تصير بالانترمي ميديت هوست اذر انيمال بيرد من ضمنها المان او ارتفيشال كاتشرنج يسويها المان ينقلها للنيبور المولود الجديد. المولود الجديد هنا ما لها علاقه بال بعدد دوره الحياه، عدد دوره الحياه لها بالانيمال من جديد. شوف رابطها هنا بالانيمال، هذا لها علاقه بالانيمال، هذا الخط لها علاقه بالانيمال. اوكي لايف سايكل اوف توكسوبلازم كات اند اذر فينا ار ذا ديفينيتيف هوست اللي هي الانتريك سايكل تيك بليس تحدث انفولفينج، وبالتالي ممكن ان تكون شايزوغوني اللي هو اسكشوال اللي هو السكشوال جاميتوغوني. الانفكتد كات ايذر باي انجستشن ممكن ان تصاب، يعني هي تطي البيوض وممكن ان تصاب ايضا بالبيوض اللي هي تطيها بالاوسس قصدي. شيد ان فيسز اور باي ايتينج فليش اوف اذر انيمال او تاكل مثلا او اعضاء لحيوانات اخرى بيرد مثلا اللي بي هي شنو تيشو سيست القطه من جديد. اوسيت شيت ان كات احنا عرفنا شلون المان يصاب شلون من خلال الكونتام سواء كان بالاوسيست او بالتيشو سيست. اوكي وبالتالي راح يتطور ويصير عنده سبوروزويد. ديفلوبينج سبوروسايت كونتين سبوروزويد وان انجست ذيس انفكت انيمال هيومن اند بيرد هيومن انفكشن فروم فليش اوف انيمال بيرد اللي هو containing tissue cyst حكيناها شلون يحصل الانسان او شلون يصاب الانسان. Mother method of human infection باللابراتوري من يصير culturing يعني ها انتم ما تشوفوها. نقل الدم blood transfusion يعني عن طريق الولادة عن طريق الأم congenital infection. إذا جبت لك عنوان وبعدين أعطيك فراغ congenital toxoplasmosis يعني تنتج نتيجة ما transmitted transplacentally بالplacenta transplacentally
اللي عند المرأة من المذر المن للفيتس للجنين، وبالتالي هنا المذر تعتبر انه البرايمري توكسوبلازما انفكشن تودي المن للفيتس. وذر كلينيكال اسيبتوماتيك، يعني غير واضح الاعراض ديورينج ذا بريجنسي من خلال الحمل، مرات الاعراض ما تكون واضحه وماكو اوجاع. الريسك هنا فيتال انفكشن رايز وذ ذا بروجريس اوف جستيشن. هنا ولهذا انه ما يصير البنت تتزوج اذا ما عندها فحص للتوكسوبلازموزس. اوكي، الموضوع هنا لو انتم بالرابع كان اعطيكم الباثوجينيسيس، شلون يصير التشينجز، شو يصير انزيم تنفرض من امورات يعني ميكانيكيه داخل التشو، وشلون يشخص عن طريق الهيستوباثولوجي. هنا انت اخذت الفورم اشكال الطفيلي، عرفت الديفينيتيف هوست، عرفت الانترميديت هوست شلون يصاب، وعرفت اوتلاين عن لللايف سايكل. الدايجنوزيز احنا اللي قدام قلنا يعني انه يجب ان تكون الفحوصة سيريولوجيكالي تيست. ليش؟ لانه هذا لا يطلع وي مع البول ولا يطلع مع الغائط، وانما موجود قلنا اوبليجيت انتراسيلولار. انتراسيلولار وين؟ بالبلاسنتا، بغشاء الرحمي بالانترابلا، الا يسوي خزعة الطبيب بايوبسي يرسل لك اياها، وانت بالتالي تصبغها بالجيمزستين. يعني هاي المساله شويه صعبه، او سوي لك بروسيسنج اللي راح نعلم لكم اياها بالمرحله الثالثه. اذا الاعتماد اكثر شيء بالتشخيص على السيريولوجي. مثلا عندنا سيبيان جولدمان دايتيز، عندنا كومبلمنت فيكسيشن تيست، راح تاخذوها بالدايجنوزس، عندكم درس اسمه دايجنوزس ويا او بالمناعه تاخذوها. وعندنا الشيء اللي نعتمد عليه ما تفتح مختبر اذا ما عدل الجهاز الايزر، هنا بالتسحيح يعني مقدار التخفيف التايتر بالالايزر. هنا راح تشوف انه شلون راح نعلمك بالامنيولوجي وبنتوصل بالرابع. مثلا الحد بالكت مكتوب، بالكت اللي انت تشتري لك بالمختبر اللي يفحص عن التوكسوبلازما بالكت، شلون هسه اكو كتات يفحصون على الكورونا سريع، بس هو مو كافي، لازم يمرروا بالبي سي ار الفحص الجيني للفيروس. الفحص السيريولوجي السريع يعني اقل من ساعه، السريع يقرا لك التايتر. فانت تقولها للمراه انت مصابه، وش قد التايتر مالتك، يعني ايش قد مقدار التخفيف للسيرم اللي انت اخذته. مثلا تبدي 180 تعتبر اصابه عاليه، فانت بتجي ورا اسبوعين تفحص من جديد، ورا ثلاثة أسابيع تفحص بجديد، إلى أن ينزل إلى 20 إلى 30، يعني معناها أثر المرض التايتر خلاص. طبعا هذا ضمن الجدول اللي عندك واللي راح نعلمك. هنا ايش تجي تفحص بالفحص السيريولوجي؟ تجي تفحص الاي جي ام. خلينا شوي نتوقف عند هذا، لان بعد انتم ما عندكم باك جراوند على هذا الموضوع، شنو الاي جي جي اي جي ام اي جي جي. منو عنده فكره؟ زهراء، زهراء عندك فكره؟ الاي جي ام اي جي جي اصابه حديثه واصابه قديمه، يعني هو شنو معنى الاي جي ام اي جي جي؟ يعني الاي جي ام يعني هو مصاب حاليا، والاي جي جي انه هو قبل كان يعني عند الاصابه وتشافى من عندها. فكرة اي زين، لاقف شوية من الموضوع. ندخل سفانة. منو ساعات اللي جاوبين بابا؟ يلا جاوبي.
اي دكتور هي مو ثاني نفس اللي يسووها من فحص مال كورونا؟ اي نفسها، وكل مرض له كتات خاصه. اي يعني انه اكو معناها انه وحده قديمه وحده جديده بالاي جي جي والاي جي جي ام. انتم ماخذين هيك يعني على السريع الفهم بابا، الجهاز المناعي راح تقرأ بصف الثالث بالتفصيل، اول ما يبدي الخط الدفاع الاول السكن او السيليا او الشعر اللي موجود بالخشم او الميوكاس بالانف والفم، هذا نسميه الخط الدفاع الاول. ينزل وراء اذا الميكروب نجح من اختراق الخط الدفاع الاول، يجي يواجهه الماكروفيج. الماكروفيج يعني المدفعيه تجي تواجهه، ما تخليه يتصدى للميكروب ان يدخل. بكتيريا، فيروس، باراسايت، الماكروفيج يتكون اصلا بالبون مورو اللي اصلا من المونوسايت، مفروض هذا ماخذيه انتم من الاعاب. المونوسايت يصير موديفيكيشن وتسوي لنا الماكروفيج اللي هي مهمه بالجهاز المناعي. والماكروفيج يصير لها مايجريشن، كل عضو بمايكروفيج. ايضا اكو ماكروفيج هذا اللي يهشم دخول الجسم الغريب، فاذا كان قوي ياخذ له صوره مثل الرادار يبعثه الى الجهاز المناعي. الجهاز المناعي بإنييت وسيلولار. سيلولار كل الامور اللي تدخل بالسيلز، مثلا تي سيلز، بي سيلز، راح تاخذوها بس مفروض ماخذيها انتم بالبيولوجي، يعني هذا التعليم السريع اللي مدى يخلي الباك جراوند مالتكم قوي. على اي حال من ضمن الامور اللي تتكون بالبون مارو، البون مارو بس راح اسالكم هم يضيع من عندنا وقت. البون مارو شكليا قلنا عندنا وايت بين بون مارو، يا هذا الشيء يكون وهذا الشيء يكون في جسم الانسان. وين احسن بون مارو بالنسبه لك كتحليلي؟ من تاخذ؟ تاخذ من الاسترنوم بين الفقرة الثالثة والرابعة، الربس يعني الضلوع الثالثة والرابعة، يعني يصير اسبيريشن رأسا يعلموك لما تدخل بالمستشفى القياسات تخلي الانجكشن مالتها. هذا مو درسنا، هذا المفروض تتعلموه كله ليحوا بالبيولوجي. وين وصلنا؟ انه الجهاز المناعي من ضمن الجهاز المناعي اكو قلنا هاي السير، اكو انترلوكينات حوالي 200 نوع من الانترلوكين، يعني كل مرض يصاحب انترلوكين معين. شو معقده هاي؟ مو معقده وانما يحتاج لها الى تدريس خاص بالاميونيوز. من ضمن المكونات نسميها اميونوغلوبولين. اميونوغلوبولين جزء من الانتيبودي، جزء من الاجسام المضاد. اميونوغلوبولين من ضمن الاميونوغلوبولين هواي انواع، انواع نوع اي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، اي جي ام اي، هواي اكثر من 16 نوع من الاي جي جي. بالامراض اللي هي هاي السريعه والخليل يعتمدون على من؟ على وجود الاي جي ام اي جي جي. اذا الحاله الكيت مالتك يسموها اللاتكس، الحاله مالتك اكيوت استوها، الاي جي ام يكون عالي، يكون عالي اذا اكيوت الاي جي ام. الاي جي جي يكون قليل لان استوى الحاله بدت الاصابه. اذا تطورت الاصابه، كل ما تتطور الاصابه تصير اكثر، يعني صار لها مده طويله، راح يزداد الاي جي جي، راح يزداد الاي جي جي، ومرور الزمن يقل الاي جي ام. الأكيوت هنا صارت مثل كأنما مرت عليها مدة من الزمن. كل ما يكون العالي الاي جي ام الاي جي جي، كل ما انه معناها الاصابة وصار لها فترة زمنية. واضح بالنسبة؟ فانت بالعلاج او بالتشخيص من تجي تقرأ، احنا الاي جي ام بالبحوث او انه نعتبره بوزيتيف اور نيجاتيف، بعدين نجي على الاي جي جي نشوف ايش قد صعد يا فتره وين وقف وشلون وقت نزل. فانت بالعلاجات راح تجي
تقرا الاي جي جي ايش وقت ينزل من درجه الى درجه الى ان ينتهي فعل المرض، بس يبقى الاي جي جي يعني الليفل موجود بس المرض انتهى. واضح شنو معنى الاي جي جي اي جي ام؟ مو بشكل سطحي فاهمي. اذا present of اي جي ام انتيبودي، شوف انتيبودي absence of اي جي جي معناها انه اكو الانفكشن currently استوها currently infection. اذا الاي جي ام انتيبودي with high titer titer of اي جي جي معناها الانفكشن يعني صار له مده، صار له مده، صار له اثنيناتهم الاي جي جي صعد. اذا الاي جي جي عالي والاي جي ام ماكو معناها انه هذا المرض صار له مده طويله اكثر من اللازم مصاب بالانسان، مصاب بالانسان. اذا اي جي ام انتيبودي ما بيرزيست، ممكن ان يبقى اشفى، يبقى اسابيع، يوصل 18 اسبوع، بس هو المؤشر الرئيسي. الاي جي ام يأشر لك هذا بوزيتيف اور نيجاتيف يعني الانفكتيف، وبالتالي راح يشوف الاي جي جي انه صاعد صعوده وجد المده اللي ما فاتت عليه، وهذا مفيد للطبيب ايش وقت ينزل الاي جي جي، ومهم بالنسبه لك كمختبر ايش وقت تنزل الاي جي جي حتى تسمح للمراه ان تتزوج او انه يكون مسموح لها لانه تخلصت من التوكسوبلازموسيس. انت في الميديكال فيلد تريتمنت يعني في المرحله الثانيه يعني نعلمها للصيادله باكثر تفصيل، والصف الرابع يعني والاطباء يكونون symptoms والميكانيكال اكشن اوف كوزيتيف ايجنت، بس اعطيتك لمحه عليها. ممكن ان نستعمل البيرميثاي مين والسلفوناماديز، واحسن علاج اللي هو نستعمل السبرامايسين والكليندامايسين. الكليندامايسين وطالبه مالتي يعني تابعت العلاج حتى بعد الشفاء، يعني شوف الليفل مال هرمونات اذرز يسموها فلو يعني بوست تريتمنت. التريتمنت بالسبرامايسين والكليندامايسين، وهذا التريتمنت اوف تشويس اجينست تروفوزويد، اوكي نوت اجينست سيست. احنا السيست وين موجود؟ لانه هذا بالتشو بالحيوانات الاخرى، بالتروفوزويد اللي هو احنا مصاب البنت اللي عندنا نريد نعالجها. اوكي هسه المحاضره بالنسبه لكم توكسوبلازما واضحه مو واضح الشرح؟ وده واضح مؤمل ان شاء الله واضح. مرحبا مؤمل، اكو طلاب متفاعلين حتى ما يقول نعم او لا، شنو نعم واضح. وهدى هدى نسال شو هدى ايش متجاوبين؟ اوكي الان بالمحاضره القادمه تكونون مسؤولين عن يعني اي سؤال يجيكم عن التوكسوبلازما نتناقش انا وياكم. ناخذ ضمن محاضرتنا اليوم ناخذ مقدمه عن من؟ عن الملاريا. عن الملاريا، الملاريا طويله ومهمه، وانا اركز على التوكسوبلازما واركز على بتوها المحاضره القادمه اللي وراي منه لو ما عندكم. ما عندنا محاضره. اوكي يعني اقدر اخذ شوي دقيقتين ثلاثه من وقتكم. المحاضره التوكسوبلازما انا اهتم بها، ماجستير مخرج عليها كل شوي، والملاريا ما اهتم بها لانه عشان الملاريا يعني هاي تصيب حوالي 30 مليون واللي هي من اهتمامات منظمه ال WHO، اللي يعني ينفقد حوالي مليونين نسمة خاصة في افريقيا في مناطق اليمن، يعني مثل كأنما واحد مصاب بالانفلونزا
هو ماشي مصاب بالملاريا. يعني هذه بالمناطق اللي بيها مجمعات مائيه لانه الديفينيتيف هوست مالتها من هو؟ من الديفينيتيف هوست مال الملاريا كثقافه عامه؟ ها؟ فندق العقارق المهم الاول. لا. لا 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 تاخذها بالمحاضره الاولى. بقى خلينا نرجع للمقدمه مال المحاضره اللي فات. مو اخذنا الفيكتورز؟ شو معنى الفيكتور؟ شو معنى الفيكتور؟ نواقل. عافيه. والنواقل شنو هي؟ الانسكت، الحشرات، مو صحيح؟ وبالتالي قسمناها الى بيولوجيكال فيكتور. شو وقت نقول عليها بيولوجيكال فيكتور؟ علي مهدي شو وقت نقول عليها؟ شو وقت نقول عليها؟ الحشرات. شو وقت نقول عليها بيولوجيكال فيكتور؟ فما انت جيت حضر ليش المحاضرة على هذا؟ مبدا ما حضرتها ما لحقت كان قطع النت مع النص وجي. معذور معذور. اسراء شلون نقول بيولوجيكال فاكتور؟ اسراء زهر بيولوجيكال فاكتور وميكانيكال فاكتور. اش حتى ما تجاوب نعم لو غير نعم ما تجي تجاوبي قول ما اعرف. هذا صف يعتبر صف. من أسأل ولا ما أدري؟ تقع من يعرف؟ من يعرف يجاوب؟ ساعات تعرفين؟ دكتور يعني لا. إذن ما حد يعرف. بيولوجيك مو خذناه بذيك المحاضرة. ليش طيب مقدم؟ بيولوجيكال فاكتور اللي الطفيلي من يدخل في داخلها يمر بدورة حياة، يعني ينتقل من ستيج لستيج، يعني داخل البعوض او داخل الساندفلاي اللي مو اخذتوها بالساندفلاي مال الاشمالية او بالتريبانسوم او الربل، في داخل الذباب راح تنتقل من ستيج لستيج الى ان تطلع عن طريق السليفري جلاند. مو شلون امتحنتوا العاد التريبانسوم تدخل عن طريق التسي تسي، تعتبر ان يكونهم بيولوجيكال فاكتور. تسي تنتقل من فلان ستيج لفلان ستيج الى ان تصير ناضجه انفكتيف تروح للانسان، وهالشكل قريتوها بالليشمانيا والتريبانسون النواحي. زين هسه والله ذكرناكم الميكانيكال. شنو الميكانيكال فيكتور؟ ميكانيكال فيكتور وطينا مثال عليها بالمحاضره اللي فاتت. سعادتك انت موجوده بالمحاضره اللي فاتت، شنو؟ اي دكتور كنت موجودة بس الميكانيكال فاكتور من اسمها ميكانيكية، يعني يشيل حاجة منها يوديها لهنا. اخذنا عليها مثال اللي هي ماسكا دوماستيكا هاوس فلاي الذباب المنزلي، وقلنا مثلا ينقل لنا بيوض الاميبيا او البكتيريا او الفيروس، مو صحيح؟ اللي هو ميكانيكي ما تدخل دورة الحياة في داخل هذا الحشر. إذا نرجع لموضوعنا الديفينيتيف هوست، ديفينيتيف هوست بالنسبة للملاريا هو المسكيتوز. مسكيتو شنو المسكيتو؟ معناها البعوض، مو صحيح؟ هذا المرض الملاريا، يعني إذا واحد شايف في منطقة الجنوب في الفرات الأوسط في المناطق اللي بيها مستنقعات مائية، لأنه هنا ليش أخذنا قلت لكم دورة الحياة؟ هنا البعوض تخلي الأرض مالتها والوضع مالتها وين؟ مستقرة ستاتيك ستاجننت ووتر، مياه ثابتة. شلون الآسنة نقول عليها الآسنة، تتطور من الأربر ستيج إلى فور ستيجز لاربر ستيج حتى تصير مسكيتوز، حتى تصير بعوض. فمن نكسرها وهي موجوده بالمستنقعات هاي الآسنة
لا تسألون أبهاتكم إذا لحق أو جدك والعراق كلها ترش بالدخان اللي هو يقتلنا كل الأمور الضارة من بعوض من ساند فلاي كل الناقلات للأمراض يعني حتى يحافظ على مصر الوباء جماعي وبالتالي من يكون فرد فردين سهل ويردمون كل المياه الآسنة حتى ما تكون البعوض الناقلة إلها مجال أن تتكاثر وتنقل مرض مثلا الملاريا أو ما يسمحون للساند فلاي أن تتكاثر وتنقل مرض الليشمانيا وهكذا أو أمراض فيروسية كثيرة بس إحنا نشتغل طفيليات فيروسية قتالة تنقل لها الباكترز. أوكي هنا اسم ملاريا من مال معناها بعد مال معناها بعد اريا الهواء وكانوا قبل يسموها يعني عفن الماء بس غلط يعني في ايطاليا في القرون اللي فاتت. هنا الكوزيف ايجنت هذا لازم هنا تيجي تحفظها صم تيجي تحفظها يعني لازم تحفظ ضمن الاربع انواع بلازميديوم فالسيبارم بلازميديوم اسم الطفيلي بلازميديا جينس فالسيبارم السبيشيس هذا خطر فالسيبارم نشبهها بالامراض السرطانيه يعني مجازا ولهذا نقول عليها مانيجنانت انفكشن باي بلازموديوم فالسيبارم في فاكس ايضا يجي خطورته بعد الفالسيبارم وتجي الماينر يعني اللي هي بلازميديوم ملاريا وبلازميديوم اوفالي. اذا من الاربع انواع تسبب لنا الملاريا ولكن اخطرهم اللي هو الفالسبرام والفيفاكس. فالسبرام موجود عندنا بالعراق، الفيفاكس موجود في مناطق الاخرى يعني باليمن موجود فيفاكس كثير. الفيفاكس ازعاجه لانه يمر بطور السبات في الليفر يسموه الدورمينت والظاهرة يسموه هايبونيسيز يعني تعاد ترجع الإصابة يسموه ريكيرنت انفكشن بعد ما تقل مقاومة الإنسان لكن راح ننجي عليها بدورة الحياة اللي هي هايبونيسيز. بالنسبة للفيفاكس بالنسبة للفالسبارم لها طريقة أخرى راح نحكي عليها وهذه من الأمور اللي أجيبها هسه من نحكي عليها بعدين وبوقتها. أوكي اذا الفاكتور نسميه انوفيليس ماسكيتو انوفيليس ماسكيتو. اذا احفظت الان المسبب المرضي باربع انواع احفظت الان الديفينيتيف هوست هو الانوفيليس ماسكيتو احفظت الان انه السكشوال فيس موجوده بالانوفيليس بالبعض الاسكشوال فيس وين تكون موجوده بالمان يعني بالهيومن بينج الاسكشوال. اوكي هنا راح ينطرح سؤال اخر انه ليش بس الفيميل تنقل المرض بينما الميل ما ينقل المرض. يلا واحد يجاوب على السريع حتى ما ناخذ من وقتنا. ليش الفيميل مال البعوض هي اللي تنقل المرض ما ينقلها الميل للانسان ليش؟ واحد يجتهد امامك المحاضره اقرا وجاوب ايضا اقرا وجاوب مي عبد الجليل تجاوب عبد الجليل لن نكون حمار نو يا بيوض احنا ما عندنا بيوض هنا هاي ملاريا جابه سيست اكو سيست وسبور بيوض خلصنا مرحله البيوض اوه سيست هنا سبور انسى بالبروتوزوا بس عندك الجارديا والهاي ممكن يعني يكون سيست موجود. منو نسأل يلا من يجاوب؟ غادة نجاح قولي دكتور لانه الانثى يعني تتغذى على الدم اي فهذا السبب انه هي تسوي اصابة والذكر على العصائر عفوا. إذن الميل يعني هذا السؤال راح يركز المعلومة يعني بعد ما تنساها
الميل الفود ميل الغذاء مالتنا هي يعني على من على الدم سكينج امتصاص الدم مرتين تاخذ ثلاث مرات على الاقل مرتين حتى يكون عندها القدره لان توصل السبورز الى الاصابه المن يعني هنا بداخلها ايضا تبدي دوره الحياه الى ان توصل للسيليفري جلاند بالماوث مالت البعوض وتنقلها الى الانسان. الميل يتغذى لا يتغذى على دم الانسان، لن يتغذى على دم الانسان. طبعا انت هنا من تقرا حشرات نقدر نميز احنا ترى بين الذكر والانثى حسب الوقفه مالتها، حسب الوقفه مالتها. ولهذا بالليل مرات تسمع مرات طنين اذا اجتك بعوض، مرات ما تسمع طنين. ايضا نعرف النوع مالت من مال المسكيتو، يعني هل هي المن للفالسيبارم او للفيفاكس. قسم مرات تسمع صوت يعني البعوضة، مرات قسم منها ما تسمع صوت. هذه كل واحدة تحمل شكل من 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 أنواع الملاريا. هذا شغل شغل حشر، مفروض تأخذوا الحشرات، كل العالم يأخذون الحشرات أهل الدايجنوزيس، بس أنتم ما تأخذون العراق. قلنا الفيكتر هو الأنوفيلس ماسكيتو، الميل ماسكيتو فيد اون ذا فروت جويس، بينما الفيميل نيد ات ليست تو بلاد ميل بيفور ذا فيس باتش اوف ا كامبيليد ملاريا باراسايت. تو ستيج اسكشوال فيس، هذا وين موجوده؟ بالهيومن الاسكشوال. وسكشوال فيس وين موجوده؟ بالمسكيتو. بس تعلمنا كل المقدمه مالت من؟ مال الملاريا. ولهذا الاسكشوال بالهيومن باي ديفيدينج او سبليتينج بروسيس المن للشايزوغوني، والشايزوغوني معناها شايزو معناها سبليت تقطيع، ديفايدينج جون معناها جنريشن. رجاء نخلص الوقت كم ان تقرون المحاضرة اللي فاتت ومقدمة هاي المحاضرة، حتى المحاضرة القادمة نفصلها للملاريا، لأن الملاريا كبيرة جدا كبيرة ومهمة. وبهذه أيضا راح نعطي شوية من الأعراض حتى أنت تفتهم، لأنه لون البول يختلف، لو شكل الباراسايت يختلف، حتى تكون سريع التشخيص بالمختبر مالتك. أوكي، قبل ما ننهي لأنه المحاضرة سجل الحضور ما نزل أمير، منو بالله اعتمد عليه سعاد ذاك اليوم اعتمدنا عليك تكتبتيهم بابا؟ لا دكتور، على علي. وانا يا علي، وانا علي، علي مهدي؟ يمكن علي مهدي. لا علي واني لا. هاي. هسه هسه من يتكلف انه لو تدز لي اياها على التليجرام، لو تدز لي اياها على الكلاس، من يتكلف؟ من يتكلف؟ قمر تتكلفين بابا؟ من هاي اللي كانت تحكي نشطه؟ مرتبة مرتبة؟ دكتور تقدر تاخذ سكرين لها وتصير عندك. هسه دا انت تسجل لنا اياها؟ لو ما تقدر تدلل صار. ها صار. ها معرف ما عندي، ما اسمع معرف ماسك ما عندي صار. لا دز لي على الكلاس، اذا تريد على التليجرام دز لي التليجرام مالتك وانا ادخل عليك. دز لي على الكلاس او تريد من يتبرع شو اشوفك مثل المتعاجز. لا لا دكتور انا شو متعاجز سهل. انتظر منك مرتضى الحضور عندنا جد والله يعني بالثلاثين واحد شعبت اي، بس التفاعل مالتكم ضعيف مو مثل الشعبة اللي فاتت. مين دكتور لين صيام علي كيفك ويانك؟ لا لا الشعبة اللي فاتت كانوا نار نار يعني محترمين، مو محتاج انتم مو معناها انتم ما محترمين، يعني قصدي بالاجابات مالتهم
وكلش ممتازين. على اي طريقه المحاضره الاولى، المحاضره الاولى ما حد جاي يعني اغلبيتهم يعني يقول لك هسه ثاني جاي. هاي يابا كان 52 طالب عندي المحاضره الاولى، انتوا اقل. حسان الدكتور صار عنده ظرف ما قدرت احضر المحاضره الاولى. قصدي هسه انت لازم تزودني ب 29 اسم. تمام 24. ليش 24؟ 29 قدامي. تمام. انا محسوب واحد هاي 28. بعد شنو؟ لابد اي الساعه 12 شعبت اي طفيليات طبيه. اعتمد عليكم اولا مرتبه بالتكتب لي اياهم، ثانيا المحاضره القادمه مع نتناقش شقرينا، مو تاخذون المحاضره وتذبها، لازم بابا هذا الدرس درس الميكروبيولوجي او كم درس ضروري يعني تركزون عليه. اولا حفظها مو سهل، ثانيا راح تعلمك اللغه الطبيه يعني تعلم اللغه الطبيه من وراء، وثالثا من العلوم المهمه في عملك التحليلي المختبري، يعني مو انت بالاداره الاقتصاد تاخذ المحاضره وتروح تذبها في مالك. اوكي توصياتي واضحة اخوان، اريدكم تصيرون جيدين لانه جيتوني مو كلش زينين بالباك جراوند مالتكم، اريدكم الان تستعدون تكونون شوية صلد اقوياء بالمادة. اوكي ان شاء الله. قمر اوكي قمر، غادة، عبد الجليل، مؤمل، ان شاء الله دكتور، ان شاء الله دكتور، ان شاء الله عمر خالص، ما حد يجاوب. بارق واضح ماشي ان شاء الله دكتور، واضح دكتور بدون قلبك. اوكي اذا دوا اخذكم اني وان شاء الله نلتقي. لا بالعكس استاذ دكتور، بس سؤال. تفضلي باب دكتور، بس المحاضره الاولى اللي نزلت لنا اياها قلت لنا بدايتها اكو مقدمه صح؟ ايه اي، فبس هاي مقدمة دكتور يعني والله كلش طويلة، حتى حاولت اقراها ما زال حفظ، فيعني كلها مطلوبة لو شنو؟ يعني انت هاي ما اخذتها كل من المحاضرة الأولى بداية السنة، يعني شنو هي السورس اوف انفكشن، مصادر الانتقال، الانواع الناقلات، يعني هذا اللي حكينا بيه. اي دكتور شنو معنى الانتقال؟ شنو معنى ايه، وانا بدي اذكركم بها حتى ادخل بالمود، مش ما احكي انه اكو نقطه هسه ليش حكينا اجى طار الفيكتور، قسمت لكم بالمقدمه انه اكو الفيكتور بيولوجيكال فيكتور واكو ميكانيكال فيكتور، وقلنا انه امثله على من على الفيكتور واللي انتم ماخذيها ما يحتاج لها قراءه. ليش مانيا انت ماخذتها ومنتحنا بها ساند فلاي هي مسكيتوز التريبانسوم تسي تسي، هاي الأمثلة الموجودة شو ما تنحفظ مفروض انت من تحت بيها. دكتور يعني اللي هو احنا ماخذيها ويعني قاريها صحيح، بس اكو اشياء بيها شوية موسعة اكثر من اللي احنا ماخذي. انت دقريها شو اسمه يعني تعودي عليها وستشوفيها سهلة ومهمة ومهمة، يعني مثلا اسألك انا خو ما اسأل بشكل مباشر اقول الروت اوف ترانسميشن تو ذا مالاريا، يا روت انا هناك معطيكم اياها الروت اوف ترانسميشن بالمقدمه، ها في المقدمه اوف مالاريا هسه مو اخذنا الملاريا، فاقول لك او اكتب لك ترو اند فولس، روت اوف ترانسميشن باي اورال صحيح لو غلط هاي. ماشي صح، لازم تعرفيها الروت اوف ترانسميشن ثرو سكن يعني باي انسكت سكن،